أنا عند أوما، هذا الطقم داخل فيه الستانلس ستيل. هذا الطقم بنات فيه ميزة جدا جميلة، الميزة إن الطقم هذا إذا عندكم المساحة أكبر، عندهم طبعا هنا كنبة رباعية تقدرون تختارونها بدل الثلاثية. شوفوا الفخامة والأناقة بهالطقم، لونه وموديله شيء ما شاء الله جدا مميز. شوفوا هالطقم بعد وش كثر جميل وناعم ومميز، لونه بنات مرة مرة أنيق، طبعا ينفع في مجلس نساء ومجلس رجال. شوفوا هذا شكل الكنبات الرباعية، طبعا كل الأطقم اللي صورناها اللي داخل فيها ستانلس ستيل تقدرون تختارون معها كنب رباعي. تشكيلة ما شاء الله اللي موجودة عند أوما تشكيلة ترضي كل الأذواق، من أطقم كنب، من مداخل، من بعد غرف نوم وأكسسوارات. وهنا هذا الطقم من تشكيلة القطع الكلاسيك عند أوما، بعد طقم ناعم ومرة ما شاء الله جميل. يحبون ستايل الكلاسيك أوما، عندهم ما شاء الله زي ما قلت لكم تشكيلة مرة كبيرة وموديلات وألوان مختلفة. هنا هذا لون ثاني من البيج الفاتح، وهذا هنا البيج الغامق، نفس الشيء يناسب مجلس رجال أو مجلس حرير. إذا تدورون أطقم زاوية أوما، عندهم ما شاء الله تشكيلة مرة كبيرة من الكنب الزاوية، أشياء مرة تناسب غرف المعيشة. وبعد تشكيلة الستاندات اللي عند أوما وأسعارها بنات جدا جدا مناسبة، شوفوا مرة حلوين للمجال. إذا تذكرون هالغرفة الجميلة كانت خلصت عند أوما، الحين رجعوا وفروها من الغرف صراحة اللي مرة فخمة. تشكيلة البوفات بعد عند أوما ما شاء الله مرة كبيرة، أشياء تناسب تكون جنب السرير، تناسب تسريحة، وتناسب بعد إذا عندك صالة أو طقم كنب وحابة تكمليله، في عندهم صراحة تشكيلة مرة حلوة. شوفوا تشكيلة كراسي الاسترخاء عند أوما مرة جميلة، وأسعارها بنات جدا رائعة. طبعا أوما ما شاء الله عندهم قسم كامل للمرايات والمداخل والتسريحات، بعد تقدرون تستفيدون منهم كتسريحة. شوفوا ما شاء الله التشكيلة، تشكيلة التحف بعد والإكسسوارات ما شاء الله كبيرة عند أوما، وأسعار جدا جدا مناسبة. دائما حرف ال في الجلسات الخارجية نادر نلقاه، لكن أوما ما شاء الله موفرين لكم تشكيلة مرة كبيرة تناسب كل الأذواق. طبعا أوما عندهم تشكيلة كبيرة من طاولات الطعام، شوفوا الطاولة هذه مع 8 كراسي 3450.